ميني ستوديو. ميني ستوديو. هاي لكل اصحابنا يلي عم يحضرونا هلا على شاشه الام تي في، مثل كل يوم على الساعه 4 ميني ستوديو ببلش على الام تي في بفقرات عديده. ايه تروث اور دير دومينيك؟ بدي اخلص الجمله. هلا ما في ولا ثانيه. تشوز دي لا فيريتي. ما بعرف شو تروث اور دير. شو بدكم؟ شو جايز؟ خلص يلا ساعدونا. الي دير تروث اور دير؟ قولوا له دير 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 دير. يلا دير. اوكي منيح انه في هن تيقولوا لك دير، لان بعرف رح تقول دير. بس كرمال يلي عم يحضر مش كرمال حمامتين. بما انه نقيت دير وتجرأت تقول دير، الدير تبعك هو رح نندم بس شيء انت بتحبه اكشلي. يلا ايش نعرف كلنا انه الي كثير بحب يحكي، فالدير هو انه تحكي فور 30 سكندز متواصل، يعني تحكي ب 30 سكندز بلا ما توقف بلا ما تقول او هيك. يلا صعب شوي. لا رح اعطيك 5 سكندز تتركزوا، فانا رح ارجع اقدم. هاي حلقه جديده من ميني ستوديو عم بتبلش اليوم فرايداي 22 ماي. اللي هلا عم بحضر كلمه يعمل يلا بنبلش. صار فيك؟ اذا خسرنا بنكون خسرنا. 1 2 3 توب. فاذا اليوم بميني ستوديو الفقرات عديده وتعودتوا عليها اكيد. في عنا سوشيال ميديا، في عنا بيرثداي كول، بدنا نشوف لمين رح ندق ونقول هابي بيرثداي. في عنا 1 مينت ات بي ال اف، واثنين من الام اس كلوب ممبرز رح يكونوا عم يلعبوا، وعم نشوف مين منهم اللي رح يربح اليوث باكج من بانك ليبانو فرانسيس. كل هدول بميني ستوديو على شاشه الام تي في. ما بدنا ننسى كمان انه رح نغني بكاراوكي، غنيه رح تشوفوها بعدين كمان، ورح كون انا ودومينيك معكم اليوم، وبنرجع بنشوف الاثنين بنفس الوقت على الساعة 4. بس هلا رح نبلش حلقتنا على السريع بكل الفقرات يلي تعودتوا عليها، وخلص الوقت. 30 ولا دغري رح نبلش على السريع ب 1 مينت قد بقى. أنا وقت أكبر بدي أصير معلمة، وبعد الظهر بدي أغني مع كيكي بميني ستوديو. بدي أعيش ببيت معمول من البوبو والشوكولا ما بيخلصوا أبداً. بدي أجمع مصاري لأشتري بيت لكلب سنوي كمان، وسيارة حقيقية للعبتي. لكل طموحاتهم نحن حاضرين، اسألوا عن خدمات المخصصة لأولادكم من بي ال اف. وإلي عم ياخد نفس هلا لأنه حكى كتير بسرعة. هلا رح نبلش ببانكي بانو فرانسيز اللي دايما نلعبها من لوكي تو بيونك، من تلفن لمشتركين وبيلعبوا معنا كالكول مونتال. فإذا هلا رح ناخد أول مشترك. إلي بدك تحكي معه أو يلا بدك تحكي أنت معه؟ بتحكي شوي بنرجع بنحكي. تاخد نفس لتاني مشترك. يس. فإذا رح نبلش. ألو ألو. هاي هاي. مين معنا؟ ماريتا دويجر. هاي ماريتا. ماريتا قد إيه عمرك؟ 10 years. طيب ماريتا بتعرفي شو بدك تعملي؟ ايه. اوكي منبلش؟ 1 2 3 توب كونو. 4 times 7. 4 times 7 28. صح. 4 plus 10 14. كمان صح. 5 times 1 5. كمان صح. 9 plus 10 19. برافو. 4 plus 5 9 minus 4 صح. 5 7 times 3 21. كلهم صح لهلا. برافو. 8 minus 7 1. كمان صح. 10 minus 3 7. برافو ماريتا. 7 times 4 28. 9 minus 3 6. برافو. 2 times 2 بعد عندك 10 seconds. 2 times 2 2 times 2 4 4 3 times 8 خلص الوقت. برافو ماريتا، جمعت 1300 نقطة. سكور كثير منيح وكثير عالي. صح. بس في بعد معنا اتصال، يعني مش عارفين بعد إذا ماريتا ربحت ولا ثاني مشترك. خليكي معنا ماريتا تنلعب مع ثاني مشترك ونشوف مين رح يربح. رح يربح ولا أنت ومنقول. صار فيك تحكي؟ يس أوف كورس. ألو ألو ألو. مين معنا؟ رونيك رايدة. هاي روني. بونجور. كيفك؟ روني قد ايه عمرك؟ 10 سنين. 10 سنين. عندي سؤال لك روني، شو بدك تعملي بس تصير كبيرة؟ وقت اكبر بدي اعمل فارماسيان. فارماسيان. يعني شطورة روني. لنشوف اذا شاطرة بالكالكول مونتال. شاطرة؟ كثير. يلا رح نبلش فاذا على السريع بأول سؤال اللي هو نف وادو. نف موادو. فوادو. فوادو. وي. كي
18 مزبوط. 3 plus 2 3 plus 2 5 صح. 4 fois 2 oui مزبوط. 7 fois 3 21 كمان جواب صحيح. 11 moins 4 7 8 moins 2 6 صح. 3 plus 8 11 4 fois 2 égale 8. بعد في معك 20 ثانية. 9 moins 6 3 صح. برافو روني. 4 fois 8 10 ثواني. يلا بعد عندك 10 ثواني. 9 8 32 7 moins 4 2 1 3 صح. روني جمعتي 1000 نقطة، لعبت كتير منيح، بس مع هذا السكور بتكون أكيد ماريتا اللي ربحت لأنه جمعت 1300 نقطة. بس برافو، اثنيناتهم لعبوا كتير بسرعة، من أعلى سكورات بياخذوهم ببنك لبنان وفرنسا. أكيد بدنا نقول لهم برافو، ولكل يلي بحبوا يشتركوا بهيدي اللعبة، هيدا الكادو هلا عم تشوفوا على الشاشة تبع ماريتا اللي هو لاكي تو بيون كارد اليوث كارد من بنك لبنان وفرنسا اللي فيها 100 دولار وحصومات بمحلات عديدة. صح. مبروك ماريتا. بدي أذكر إنه كل يلي عم يحضرونا فيكم تشتركوا بهيدي اللعبة، بتبعتوا لنا على فيسبوك بيج ميني ستوديو اسمكم ورقم تليفونكم ونحن بنرجع بنتصل فيكم لتلعبوا مثل ماريتا وروني. أما هلا دومينيك شو عنا؟ صار وقت إنه سوشيال ميديا. سوشيال ميديا. أوكي. متى أكبر بدي أصير حكيم. لا لا بدي أكون فريق ميني ستوديو. لا حكيم لألبس السماعة اللي بحبه. بدي يكون عند الطيارة لعبرم العالم وعمر بيت مع جنينة كتير كبيرة. بدي جمع مصاري لسعد كل الناس، لهيك عم حط مصاري بالإجرة كل يوم. لكل طموحاتهم نحن حاضرين. اسأل عن الخدمات المخصصة لأولادكم بالبقلف. ومثل ما بتعرف إلي إنه كل يوم بميني ستوديو، مثل ما بتعرفوا كلكم إنه منفوت على الفيسبوك بيج تبع ميني ستوديو عم ميني ستوديو أو حيلا وسيلة للسوشيال ميديا. عنا إنستغرام at ميني ستوديو تي في شو، عنا تويتر at ميني ستوديو كلوب، وفيسبوك اللي هي اسمنا ميني ستوديو. وهلا فتت على الفيسبوك بيج تبع ميني ستوديو، بعتت لنا مسج ديانا ترحيني. إلي كتير حلو المسج، فيو تولي لونغ، فيو فرنش وإنجليش. أوكي. بتبلش أول شيء إنه جيم ميني ستوديو و tous ses chansons. هاي لوف سو ماتش ميني ستوديو أند أي واتش أولويز ميني ستوديو. بعتت لنا هير بيكتشر كمان، بعتت لنا صورة لإلها. وثانك يو كتير على المسج، نحن كمان بنحبك وأكيد حضرينا كل يوم، ولأنه بعتي لنا المسج أكيد ربحتي معنا كادو كتير حلو بنشوفه كلنا سوا. كادو تبع ديانا هو من بيكسلز فري هير كات. مبروك ديانا. وهلا على السريع رح نروح على بريك وبنرجع لنكفي بكل فقرات من استوديو تورون. بعد البريك لنكفي بكل فقرات من استوديو يلي بتحبوها وبتنطروها كل يوم. وهلا بدي حذر دومينيك، هلا كاراوكي اكيد رح نغني كلنا سوا. yes. بس بدي اجرب حذركم وحذر دومينيك اي اغنيه رح نغني. كرمال هيك انا جبت معي هيدول. okay. ما رح احكي شيء ولا كلمه، بدي بس اللي طلع عليهم وجرب فكري شو معقول تكون الغنية، لكننا رحنا ورجعنا. يلا كاراوكي. اوكي انا عرفت. It's شو؟ very simple. ما ووني البحار. الشابو تبع ووني. ايه مزبوط. بدك تلبسها؟ بنلبسها انا وياك. لبسيها انت وانت كمان. لا انا بنزع شعراتي دومينيك. ما عليه بنرجع بنشيلهم. لا لا يلا بنسمع كلنا سوا غنية ووني. بعيدة وتخبر كل الغار مغامرات عادية. بوني بوني يا نسينا وعور
وقت انه نعمل سربرايز فون كول. يلا لمين اليوم؟ لا لا، بتينا واختها كلوي، وبتينا اليوم عيد ميلادهم. اوكي هن توينز، اليوم بيصير عمرهم 8 ييرز، فرح نحكي معهم اثنيناتهم ونقول لهم على الهواء هابي بيرثدي. هابي بيرثدي، بنجرب. اوكي تقولون الو. الو، هاي هاي كلوي وبتينا، عم نحكيكم من ميني ستوديو تنقول لكم هابي بيرثدي. ميرسي. قد ايه بيصير عمركم؟ ويتا. ويتا، شفت قلت لك عمرهم 8 سنين. مين عم بيحكينا هلا؟ كلوي ولا بيتينا؟ كلوي. كلوي، هاي كلوي. بيتينا حديك؟ بيتينا حديك؟ ايه. بدنا نحكي مع بيتينا يلا كمان؟ يلا نحكي معها شوي كمان. الو، هاي بيتينا. هاي، هابي بيرثدي. معك إلي ودومي من ميني ستوديو. ميرسي. هلا كلوي وبيتينا، لأنه اليوم عيد ميلادكم، لأنه اشتركتوا معنا بميني ستوديو وتلفنا لكم وعيتناكم، ربحتوا معنا كادو كتير حلو يا هلو، هو 2 free tickets لتحضروا الموفي الفيفورت موفي تبعكم بيج راند سينماس. عم نشوف هلا الكادو تبعكم على الشاشة. ألف مبروك لكلوي وبيتينا. انجوي. وإذا حابين بدي هلا بدي توجه للأهالي أنا وأقول لهم إنه إذا حابين نتصل بكل أولاد يلي بدكم إياهم، بعتوا لنا مسج على الفيسبوك بيج تبع ميني ستوديو، نحن أكيد بنرجع نتصل فيكم، ناخد منكم كل الديتيلز لندق لهم لايف على الهواء ونقول لهم هابي بيرثدي. بس ابعتوا لنا، ابعتوا اي متى عيد الميلاد كمان. صح، تاريخ اهم شيء، تاريخ عيد الميلاد والرقم كرمال نعرف اي نهار نقدر نتصل فيكم. اما هلا دومينيك من الفقرات الجديده، لانه نحن دائما عندنا فقرات جديده بميني ستوديو. لا اكيد بتعرف شو هي. شو هي؟ رح اقول لك هلا. الفان اوف ذا ويك، رح ننقي كل جمعه، كل نهار جمعه رح ننقي شخص من الاشخاص اللي موجودين عندنا على الفيسبوك بيج او تويتر او حتى انستغرام، يعني اكثر فان اكثر شخص اكتف، يعني عم يبعث لنا مسجز صور وات ايفر رساله هو بده اياها. نحن بننقي هذا الشخص، بيروح على اللوكيشنز اللي احنا بنكون فيها 100%. بننقي هذا الشخص وبنعطيه كادو، اكيد بنقول اسمه لايف على الهواء وبنعطيه كادو كثير حلو. اليوم نقينا فان بتروح لك على كل الايفنتس تبع ميني ستوديو، يعني ما في ولا ايفنت بنعمله إلا ما بتكون موجودة أول. صح؟ أنا حزرت بلا ما تقلي. بتحبنا كتير. مين؟ بندي بوزيد. 100%. بندي she's number one fan. عم نشوفها هلا، she's number one fan لميني ستوديو. دايما بتروح على الايفنتس تبعنا، بتشارك بكل النشاطات اللي بنعملها على الفيسبوك بيج. على الفيسبوك بيج تبعي عندي تاج بكثير فوتوز، وين ما كنت تصور معي وبتنزل لي بتعمل لي تاج. شيز اميزنج. انا اذا عم تحضرنا هلا، اكيد عم تحضرنا هلا، انا بدي اقول لها هاي. ايه بدنا نقول لها هاي، ونحن قد ما بتحبينا بنحبك اكثر بعد، وكرمال هيك رح تربحي كادو كثير حلو رح نقول لك اياها هلا وبنشوفه على الشاشه. بس الي قبل في فيديو بعثت لنا اياه، هي عم تغني غنيه نانار، بتعرفها؟ فاذا بنحضر الفيديو وبنقلها الكادو من بعد الفيديو. حافظتها وبترقصها مثل ما نحن بنرقصها. يلا بنحضرها كلنا سوا. يس. بدي اقول لبندي يلي عن جد بتعقد ولا اهضم من هيك كانت بالفيديو، انه ربحتي كادو من ميني ستوديو بيكوز يو ار اور نمبر 1 فان وكثير اكتف على السوشيال ميديا. ربحتي تيكتس لكيدز موندو، فري تيكتس لتروحي وتقضي نهار وتتسلي كثير. اكيد كادو كثير حلو هيدا، والكل حلو يربحه. طيب الي، كيف حدا فيكون هو فان اوف ذا ويك؟ هيدا اللي كان بدي اقوله هلا دومي، لكل يلي حابين مثل بندي يربحوا ويكونوا الفان اوف ذا ويك، اول يو هاف تو دو انه تبعتوا لنا كل الرسائل والمسجز تبعكم على فيسبوك تويتر او انستغرام، وتعملوا هاشتاج وي لاف ميني ستوديو. نحن كل جمعه رح يكون في عندنا هاشتاج جديد، يعني وانس بير ويك بس نعمل فان اوف ذا ويك، اي نهار اخر نهار بالجمعه اللي هو نهار الجمعه. صح، فاذا افري فرايداي. افري فرايداي عندها الهاشتاج الجديد عم نشوفه هلا، وي لاف ميني ستوديو. كل شيء بتحبوا تبعتوا لنا اياه من صور من فيديوز او وات ايفر رسائل بدكم تبعتوها، حطوا مع الهاشتاج وي لاف ميني ستوديو، ونحن رح نعد اكثر شيء رسائل. السيستم بيعدهم اكيد، وبنشوف مين بعث لنا اكثر شيء. مش رسائل. انه في يبعث لنا مسج واحد بيكون هو فان، بدي بعت كثير بدي يكون كثير اكتف على كل وسائل السوشيال ميديا 100% من صور وكل هيدول، ونحن اكيد بنعطيك كادو كثير حلو لانه كان هالقد لويل لنا وهالقد لانه بحبنا. وهيك بتكون خلصت حلقه ميني ستوديو لليوم، نحن بنتمنى تكونوا تسليتوا وانبسطتوا معنا، وبنشوفكم نهار الاثنين بنفس الوقت على الساعه 4 وبس على شاشه الام تي في. هاف ا نايس ويكند، باي.
استوديو.